السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة المغراوي المتخصصة في مادة الاجتماعيات. في هذا المقطع غادي نشرح لكم الدروس أو نوضح لكم الدروس اللي غادي يدوزوا فيها جميع الشعب في مادة الاجتماعيات، الشعب الأدبية والشعب التقنية والشعب العلمية. علاش درت هذا المقطع؟ لأن واحد العدد كبير من التلاميذ أو المترشحين خاصة الأحرار كيسولوا لي على شنو هما الدروس اللي مبرمجه عندنا في الامتحان، الشعب العلميه، الاقتصاد يعني التقنيه، التدبير المحاسباتي، شعبه العلوم الشرعيه، عندهم واحد الخلط فشنو هما الدروس اللي غادي ندوزوا الامتحان في ماده الاجتماعيات فيهم. لذلك غادي نوضح لكم الدروس اللي عند كل شعبه على حده واللي غادي يجتازوا فيها الامتحان في هذه السنه. اذا نبداو بشعبه الاداب والعلوم الانسانيه والتعليم الاصيل اللغه العربيه. هاد الشعب كما هو قدامكم ثلاثه ديال الشعب كيدخلوا في الشعب الادبيه، شعبه الاداب، شعبه العلوم الانسانيه، شعبه التعليم الاصيل اللغه العربيه. في الثانيه بكالوريا في الامتحان الوطني كيدوزوا هذا الامتحان الوطني، عندهم 15 درس في ماده التاريخ و13 درس في ماده الجغرافيه. هاد الدروس هي هذه اللي قدامكم، عندهم 15 درس في التاريخ، سبعة ديال الدروس حول تاريخ العالم، العالم غادة الحرب العالمية الأولى أول درس، ثم من بعده الثورة الروسية وأزمات الديمقراطية الليبرالية، الدرس الثالث في تاريخ العالم أزمة العالم الرأسمالي الكبرى لسنة 1929، الدرس الرابع الحرب العالمية الثانية 1939 1945، الخامس نظام القطبية الثنائية والحرب الباردة، السادس تصفية الاستعمار وبروز العالم الثالث، السابع نظام النظام العالمي الجديد والقطبية الواحدة. عندهم 4 ديال الدروس في تاريخ المغرب الكبير، 3 دروس حول المغرب ودرس حول الجزائر وتونس وليبيا. الدرس الاول في المغرب هو المغرب تحت نظام الحمايه، الدرس الثاني المغرب الاستغلال الاستعماري في عهد الحمايه، الدرس الثالث الكفاح من اجل الاستقلال واستكمال الوحده الترابيه، واخر درس هو الحركه الاستقلاليه بالجزائر وتونس وليبيا. ثم المجال الثالث هو تاريخ المشرق العربي، فيه 4 دروس، درس اول حول سقوط الامبراطوريه العثمانيه وتوغل الاستعمار بالمشرق العربي، درس حول الحركه الاستقلاليه بالمشرق العربي، ودرسين حول القضيه الفلسطينيه، الدرس الثالث القضيه الفلسطينيه ودرس القضيه الفلسطينيه والصراع العربي الاسرائيلي. اذا هادو هما الدروس ديال التاريخ اللي عند شعبة الآداب، شعبة العلوم الإنسانية، وشعبة التعليم الأصيل تخصص اللغة العربية، اللي دايرين اللغة العربية في التعليم الأصيل. بالنسبة للجغرافيا عند هاد الشعب أيضا عندهم 13 درس في الجغرافيا مقسمة لأربعة المحاور. محور أول تدبير المجال العالمي، فيه 4 ديال الدروس، العولمة، تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة، تفاوت النمو بين الشمال والجنوب المجال المتوسطي نموذجا، والمجال العالمي والتحديات الكبرى، التحدي البيئي والسكان. فيه محور ثاني ديال التكتلات الاقتصادية الكبرى، 3 التكتلات، الاتحاد الأوروبي نحو اندماج شامل، مجموعة أمريكا الشمالية، التبادل الحر والاندماج الجوي، ودول جنوب شرق آسيا، قطب اقتصادي في تطور متصاعد. ثم عندهم في محور ثالث أول محور في الدورة الثانية نماذج من الاقتصاديات الكبرى في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا واليابان، وعندهم محور آخر خاص بنماذج من اقتصاديات البلدان النامية، الصين، البرازيل، كوريا الجنوبية. إذا المجموع 13 درس في مادة الجغرافيا. إذا هذا بالنسبة للشعاب ديال الآداب، نعاود شعبة الآداب، شعبة العلوم الإنسانية، وشعبة التعليم الأصيل اللغة العربية. التعليم الاصيل فيه اللغه العربيه وفيه العلوم الشرعيه، انا قلت التعليم الاصيل اللغه العربيه. اذا هذه الفئه هادو هما الدروس اللي عندهم في الامتحان ديال الوطني في ماده الاجتماعيات. ندوزو دابا الى الشعبه ديال الاقتصاد والتدبير المحاسباتي وشعبه التعليم، شعبه التعليم الاصيل او العلوم الشرعيه. يبقات لنا اذا هاد الشعب، شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير المحاسباتي وشعبة التعليم الأصيل العلوم الشرعية، خاصة البكالوريا الأحرار. الأحرار الدروس اللي عندهم في الامتحان عندهم 11 درس في التاريخ و9 ديال الدروس في الجغرافية، وهاد الدروس اللي عندهم هي نفس الدروس اللي عند الباك الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل، فقط ناقصين لهم بعض الدروس في التاريخ وبعض الدروس في الجغرافيا. وبالتالي هاد الشعاب راه ما غاديش دوزوا في المقرر ديال الأولى بكالوريا، غادي دوزوا في الكتاب ديال الثانية بكالوريا، نفس الكتاب.
الكتاب اللي عند صحاب الاداب، نفس الكتاب عند العلوم الانسانيه، نفس الكتاب عند التعليم الاصيل، نفس الكتاب اللي عندكم انتم. الفرق اللي بينكم وبينهم هما انهم ناقصين لكم 4 ديال الدروس في التاريخ و4 ديال الدروس في ماده الجغرافيا. اذا هاد الدروس اللي عندكم هما اللي قدامكم، تاريخ العالم عند الاخرين 5 7، انتم عندكم 5، هما هادو. العالم غدا الحرب العالميه الاولى، الثوره الروسيه وازمه الديمقراطيه الليبراليه، نظام القطبيه الثنائيه والحرب البارده، تصفيه استعمار وبروز العالم الثالث، نظام العالم الجديد والقطبيه الواحده. وفي تاريخ المغرب الكبير عندكم المغرب تحت نظام الحمايه، والمغرب الكفاح من اجل الاستقلال واستكمال الوحده الترابيه والحركات الاستقلاليه بالجزائر وتونس وليبيا. وبالنسبه لتاريخ المشرق العربي عندكم سقوط الامبراطوريه العثمانيه وتوغل الاستعمار بالمشرق العربي، وعندكم القضيه الفلسطينيه، وعندكم القضيه الفلسطينيه والصراع العربي الاسرائيلي. اذا 11 درس في ماده التاريخ نفسهم هما الدروس اللي عند اصحاب الاداب والعلوم الانسانيه والعلوم التعليم الاصيل اللغه العربيه، غير ناقصين لكم بعض الدروس. بالنسبه للجغرافيا ايضا نفس الدروس نفس المقرر، ناقصين لكم درس في كل محور، 9 ديال الدروس، الاخرين عندهم 13 درسا. المجال العالمي، تدبير المجال العالمي 3 ديال الدروس، العولمه، تفاوت النمو وتنظيم المجال العالمي، التكتلات الاقتصاديه 2 ديال التكتلات، مجموعه امريكا الشماليه ودول جنوب شرق اسيا، القوى الاقتصاديه الكبرى في العالم فرنسا واليابان، والاقتصاديات ديال الدول الناميه البرازيل وكوريا الجنوبيه. اذا هادو هما الدروس اللي عند شعبات العلوم الاقتصاديه وشعبات العلوم الشرعيه، وكذلك ايضا حتى شعبات العلوم الزراعيه عندهم في الجغرافيا هاد الدروس. ندوزو دابا الى الشعب العلميه، الشعب العلميه اللي عندهم الاجتماعيات في الجهوي، البكالوريا اللي دايرين باك حر في التخصصات العلميه، سواء العلوم الفيزيائيه بي سي والعلوم الحياه والارض اس في تي، ولا العلوم الرياضيه سيونس مات، سواء اللي دايرين خيار عربيه او الخيار الفرنسي. هاد الشعب العلميه ما عندهمش الاجتماعيات في الثانيه بكالوريا، ولذلك يدوزوا الاجتماعيات في المقرر ديال اصحاب الاولى بكالوريا علوم، عندهم نفس الدروس مع اصحاب الاولى باك علوم، عندهم 8 ديال الدروس في التاريخ و8 ديال الدروس في الجغرافيا، ولكن في المقرر ديال الاولى باك علوم، باش ما يمشيوش يقراو المقرر ديال الثانيه بكالوريا. هاد الدروس اللي عندهم، عندهم بالنسبه للتاريخ عندهم 8 ديال الدروس مقسمه الى دروس حول تاريخ اوروبا والعالم، ودروس حول تاريخ المغرب، ودروس حول تاريخ المشرق العربي. 8 ديال الدروس مقسمه 3 ديال المجالات كبار، تاريخ اوروبا والعالم فيهم 4 ديال الدروس، التحولات الاقتصاديه والماليه والاجتماعيه والفكريه بالعالم في القرن 19، التنافس الامبريالي ودراع الحرب العالميه الاولى، اوروبا من نهايه الحرب العالميه الاولى الى ازمه 1929، الحرب العالميه الثانيه الاسباب والنتائج. وبالنسبه للمغرب 3 ديال الدروس حول المغرب، الضغوط الاستعماريه، نظام الحمايه، والمغرب الكفاح من اجل الاستقلال. وفي المشرق العربي درس واحد هو اليقظه الفكريه في المشرق العربي، وهذه الدروس هي نفس الدروس اللي كيدوزوا فيها صحاب الاولى باك علوم، يعني علوم اللي عند دايرين اولى باك علوم، سواء علوم رياضيه او علوم تجريبيه او علوم اقتصاديه او كاع اللي كيديروا اولى باك علوم، عندهم نفس المقرر اللي غادي يدوزوا فيه صحاب ثانيه بكالوريا علوم الاحرار. وبالنسبه للجغرافيا عندهم ايضا 8 ديال الدروس هي اللي مبرمجه عند صحاب الاولى باك علوم. الدرس الاول هو مفهوم التنميه، تعدد المقاربات، التقسيمات الكبرى للعالم، خريطه التنميه. الدرس الثاني المجال المغربي، الموارد الطبيعيه والبشريه. الدرس الثالث الاختيارات الكبرى لسياسه اعداد التراب الوطني. الدرس الرابع التهيئه الحضريه والريفيه، ازمه المدينه والريف واشكال التدخل. الدرس الخامس العالم العربي، مشكل الماء وظاهره التصحر. الدرس السادس الولايات المتحده الامريكيه، قوه اقتصاديه عظمى. الدرس السابع الاتحاد الاوروبي نحو اندماج شامل. والدرس الثامن هو الصين قوه اقتصاديه صاعده. وبالتالي هادو هما الدروس، 16 درس عند هاد الشعب الثانيه باك علوم احرار، هما المقرر اللي عند صحاب الاولى باك علوم. بهذا اذا غادي جميع الشعب وضحت لها دابا الدروس اللي مقرره عندها في الامتحان، سواء شعب الاداب يعني اداب علوم انسانيه تعليم الاصيل لغه عربيه، سواء الشعب التقنيه ولا يعني علوم الاقتصاديه وعلوم التدبير المحاسباتي، وايضا العلوم الشرعيه تعليم الاصيل علوم شرعيه، سواء بالنسبه للشعب العلميه العلوم الرياضيه العلوم التجريبيه وعلوم الحياه والارض. وبالتوفيق للجميع.